تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق. أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى تشريد آلاف الأسر. من ضمن التهديدات اللي هي من الاحتلال إنه هلقيت إحنا في الجنوب بيهددوا إنهم بدهم يطلعوا كل اللي تهجروا أساساً من غزة للجنوب، ومن ضمنهم كمان أهل الجنوب كلهم بدهم يطلعوهم للا مكان، مش عارفين أي مكان. إيش هو هذا المكان اللي إحنا نطلع منه نتهجر؟ لأنه في تهديد منهم إنه بدهم يصيروا يفضوا المنطقة لدخول بري، فإحنا وين مصيرنا حيكون؟ وين المكان اللي إحنا حنقعد فيه؟ إحنا في السبع وروحنا على غزة وجينا على غزة وقعدنا، أنا كان عمري 5 سنين لما طلعت في 48، وهي هلقيت عمرنا فوق 80 سنة وهنا بنشوف مصايب وأوضاع سيئة جدا. هايهم لا ماجين أكل ولا مية ولا شرب، وين؟ لا مش يودونا، رحلونا يودونا على النقب، بتضلها فلسطين بتضلها بلادنا، والنقب تاخذ ملايين البني ادمين وبنضل عايشين. اما كل سنه وسنتين يعملوا لنا مشاكل وترحيل وضرب وموت، هاي اللي بصير. حياه يائسه، حياه يائسه. نزحنا عند اهلنا، خايفين من منطقتنا، اجى لاهل اخلاء، اهلي نزحوا. كل ما نروح على مكان بنروح بنخلي نشرب كل هيتنا، اللي بنكون ناسحين عندهم بيخلوا معنا.